اتمنى تكون الحلقه لمت ليكم كل المعلومات عن الشاي، اللغط المثار حوالين الشاي، هل هو مضر هل هو مفيد، المشاكل اللي بتسبب فيها، انسب طريقه ممكن تتناول بها الشاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم دكتور محمد شريف في حلقه جديده من خمسه لصحتك. هنتكلم النهارده عن الشاي، احد اشهر المشاريب في العالم وخصوصا في الوطن العربي وفي مصر. كلام كتير ولغط كتير بيتقال على الشاي، انه ليه اضرار، بيأثر على الهضم، بيعمل امساك، بيسبب انيميا، كل ده هنعرفه مع بعض. بس الاول لازم افكركم نعمل لايك، ولو بتشوفني لاول مره تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان الحلقات توصلك اول ما تنزل. زي ما قلت في المقدمه ان الشاي احد اشهر المشاريب خصوصا في العالم العربي وفي مصر، جزء من حياتنا كلنا. في الحلقه هنشرح واحده واحده ايه هي المشاكل اللي ممكن يتسبب فيها الشاي. اول حاجه، عدد مرات شرب الشاي في اليوم. اي شيء في الدنيا الاسراف فيه تناوله بيعمل مشاكل صحيه، وبالتالي انا بشوف ان عدد 3 مرات عدد كافي جدا وعدد كويس جدا. ولكن بمعرفتنا باللي حوالينا، لا، في ناس بتشرب عدد مرات كبير جدا من الشاي، بيصل ل 8 و9 في اليوم، وده غلط. بشكل عام الاسراف في اي شيء وفي الشاي تحديدا الاسراف في تناوله بيعمل مشاكل زي قرح المعده وقرح الاثنى عشر. شرب الشاي على المعده الفارغه او ان انا اشرب شاي على الريق زي ما بيتقال بيعمل مشاكل. طبعا بيعمل مشاكل، لان الشاي ساعتها بيخلي طبقه موجوده على جدار المعده، فبيمنع العصاره المعديه انها تطلع وتقوم بادوارها. وبالتالي ان انا اشرب شاي على معده فاضيه ده غلط، بيعمل احساس بالغثيان، يعني تحس انك عايز ترجع، واحيانا بيتسبب في قيء. طيب ان انا اشرب الشاي بعد الاكل على طول ده فيه غلط؟ لا، اكلات معينه، يعني مثلا بعد تناول الغداء، وقتها ممكن نقول ان الشاي ممكن يتسبب في ضرر، لكن مش ضرر كبير. هو ممكن يعمل سوء هضم، ممكن يعمل مشاكل في الهضم، لكن مش ممكن يعمل مشاكل كبيره، لان معظمنا بيشرب الشاي بعد الاكل او مع الاكل. المشكله الخطيره او مش الخطيره، المشكله الشهيره اللي ممكن نقول ان هي ازمه حقيقيه بيتسبب فيها الشاي بعد الاكل، وهي الانيميا. هل الشاي بيعمل انيميا ولا لا؟ هو الشاي فيه مركبات زي التانينز بتتحد مع الحديد، فممكن انها تخلي الواحد ما يستفدش من الحديد الموجود في الاكل، لكن مش يعمل انيميا. تاني، هل الشاي ممكن يعمل انيميا؟ لا، هو الشاي الناس اللي عندها انيميا وعايزه تاكل اكلات فيها حديد تفيدها على المستوى الصحي، بننصحهم ان هم يستنوا ساعة بعد الاكل، خصوصا الوجبات اللي فيها حاجات تحتوي على الحديد، اللي هي تحديدا وجبة الغداء. يبقى قلنا 3 مرات عدد ممتاز، ساعة بعد الاكل خصوصا وجبة الغداء، تحديدا ما اشربش شاي على الريق او على المعدة الفاضية. الشاي تقيل ولا خفيف؟ دي النقطة اللي بنتكلم فيها كتير جدا. كتر غلي الشاي اضراره ايه؟ الشاي لما يتغلي كتير، وكلنا حطينا في المواقف دي خصوصا في المناسبات، احيانا بيتلبس في شاي ما يكونش الشاي اللي احنا متعودين نشربه. الشاي لما بيتغلي كتير بيعمل اضطراب في عضله القلب، وده سببه ان الشاي في مكوناته بيحتوي على الكافيين. الكافيين اللي هو احد اشهر المواد الموجوده في مشروبات كتير زي الشاي والقهوه وغيرهم، اللي هو مشهور بان هو بيزود عدد ضربات القلب، فبيساعدك على النشاط كمنبه، وكمان ان هو بيظبط المود بتاع الانسان. الكافيين بيزود عدد ضربات القلب، يعني بيعلي الهارت ريت، لكن الشاي لما بتغلي كتير بيعمل اضطراب في عضله القلب وبيسبب سوء هضم وامساك. وبالتالي بننصح انك ما تشربش الشاي اللي سبق غليه كثيرا. الشاي التقيل بيعلي الضغط، ازاي؟ احنا قلنا ان الكافيين بيعلي الهارت ريت، فطبيعي ان الضغط يعلى، لكن الشاي مش زي القهوه. الشاي بيحتوي على الثايوفيلين والثايوبرومين اللي هي مدرات للبول، وبالتالي في توازن. يعني نقدر نقول ان الشاي لا يتسبب في ارتفاع ضغط الدم او يتسبب في ارتفاع بسيط، غير القهوه اللي هي بتعلي الضغط لان هي فيها كافيين بس ما فيهاش مدرات للبول. الشاي لما بنغليه كتير او لما يبقى تقيل ممكن يعلي الضغط. الشاي لما بتحط عليه سكر ويبقى مظبوط او السكر بتاعه يعلى، بيعمل تمدد في الاوعيه الدمويه، وبالتالي وقتها ما بيتسببش في ارتفاع ضغط الدم. يبقى احنا كمراجعه في الحلقه كلها، قلنا الشاي على الريق غلط، عدد المرات يبقى 3، ما نشربش الشاي بعد الاكل خصوصا في وجبه الغداء، لازم يكون ساعه بعد الغداء، ما نشربش الشاي اللي بيتغلي كتير، ما يفضلش ان احنا نشرب الشاي التقيل. اتمنى تكون الحلقه لمت ليكم كل المعلومات عن الشاي، اللغط المثار حوالين الشاي، هل هو مضر هل هو مفيد، المشاكل اللي بتسبب فيها، انسب طريقه ممكن تتناول بيها الشاي. ما ننساش نعمل لايك وشير عشان الحلقه توصل لاكبر قدر من الناس، ولو بتشوفوني لاول مره نعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان الحلقات توصلكم اول ما تنزل. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من خمسه لصحتك.